لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. حبيب قلبي من حبيتين اتنين، أنا عملت الكريم الجميل ده علشان تفتيح منطقة المهبل. كريم جميل جدا بحبيتين اتنين، هيفتح لك ويبيض منطقة المهبل وبين الفخذين. لو عايزة تعرفي أنا عملت الكريم ده ازاي، شايفين قوام كريمي خالص بحبيتين اتنين فقط. يلا بينا عشان اقول لكم ايه هي الحبيتين اللي انا استخدمتهم وعملت الكريم الجميل ده اللي هستخدمه على منطقة المهبل للتفتيح والتبييض الفوري. خليكي لاخر الفيديو شوفي انا عملت الكريم الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبيب قلبي جيجي هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض وتفتيح منطقة المهبل وما بين الفخذين بمكون واحد جميل جدا وهو اساسي في الوصفة بتاعتنا دي، ومش هيكلفك اي حاجة. يلا بينا هنقول هنستخدم ايه في وصفتنا ديت. هنستخدم معانا في الوصفة بتاعتنا ديت البنادول او الاسبرين الاخضر. طبعا هو في كل دول عربية موجود يعني بكذا اسم، بس اهم حاجة ان يكون نفس يعني نفس المادة الفعالة الموجودة في الاسبرين. برضو يا اما البنادول يا اما الاسبرين. الحبوب دي بنات احنا عارفين انها طبعا بتستخدم للصداع، مفيدة جدا جدا لتبييض وتفتيح المهبل، بس بالطريقة الصحيحة اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. يلا بينا نقول هنعملها ازاي ونستخدمها ازاي. اول حاجة احنا هنجيب حبيتين يا اما من الاسبرين الاخضر اللي هو الريفو، او حبيتين من البنادول اللي احنا بنستعمله برضو للصداع. يا حبيتين من ده يا حبيتين من ده زي يعني المتوفر عندك هتستخدميه، وهنطحنهم كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. انا طحنتهم ومجهزاهم اهوت في الوصفه بتاعتي علشان ما يغبوش معايا في ان انا ابوشهم ووقت التصوير. بعد ما طحناهم بالشكل ده، او انت لو مش هتطحنيهم ممكن تدوبيهم عادي في بماء الورد زي ما هنعملهم دلوقتي. هحتاج في الوصفة بتاعتي برضو ماء الورد، وممكن تستخدمي ماء الورد العادي او ممكن تستخدمي ماء الورد اللي هو بنستخدمه للمسكات ده، زي ما انت عايزة وزي ما انت حابة. انا هستخدم معاكم ماء الورد بتاع المسكات اهو، هنحط عليه يعني تقريبا نص معلقة، مش هنزود، حاجة بسيطة خالص عشان انا مش عايزة يعني يدوبك هدوبه بس اهو، وهبدأ اقلبه بالشكل ده كده اهو عشان ايه امزجه مع بعضه. طيب بعد ما قلبته بالشكل ده كده انا هستخدم ايه تاني احطه عليه؟ هنستخدم اي كريم مرطب عندك، جلايسوليد او اي كريم تاني نيفيا زي ما انتي حابة وزي ما يكون عندك، استعملي اي كريم. انا هستعمل معاكم كريم جلايسوليد اهو زي ما انتم شايفين. هنستخدم كريم جلايسوليد، هناخد معلقة واحدة كبيرة اهو من الكريم بتاعنا، وهنحطها على الايه الحبيتين دول، وهبدأ اقلب علشان امزج المكونات كلها مع بعضها اهو. هبدأ اقلب كده عشان اخلط الجلايسوليد مع الحبيتين اللي انا دوبتهم و ماء الورد. زي ما انتم شايفين كده هحصل في الاخر على قوام كريمي جميل جدا جدا اهو، شايفين يا حبيب قلبي، ده اللي انا هستخدمه، جميل جدا هستخدمه لتبييض وتفتيح المنطقة الحساسة، هيجيب معايا نتيجة جميلة جدا لما تدهني بيه منطقة المهبل. كل يوم قبل ما تنامي
هتحطيه على المنطقه، منطقه المهبل، تدهني بيه المنطقه، وهيديكي تفتيح وتبييض جميل جدا. وتسيبيه على منطقه المهبل لحد تاني يوم الصبح ان شاء الله. تبدأي بقى تشطفيه بالماء والصابون. طبعا قبل ما نحطه على المنطقة لازم تغسليها برضو بالماء والصابون علشان تعقمي المكان، وتدهني بمنطقة ان شاء الله بإذن الله يجيب معاكي نتيجة جميلة جدا جدا، ويعمل لك تبييض وتفتيح فوري ودائم بإذن الله. حاولي تعمليها واستخدمي الوصفة دي. لو عايز اقول لك مدى الحياة استخدميها، على طول هتلاقي منطقة المهبل وما بين الفخدين تبييض ان شاء الله، مش هتشوفي بنفسك، وهتجربي وهتشوفي بنفسك. دي كانت وصفتي النهارده يا حبايب قلبي، وصفه سهله وجميله جدا، والكريم رائع، ده غير ريحته بتبقى جميله جدا من ماء الورد، بيبقى جميل جدا. استخدميه على طول زي ما قلت لك. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشيروها لكل اصحابكم، وما تنسوش تعملوا لايكات كتير عشان عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من المشتركين والكل يشوفه. واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.